بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد. صيد القطط الكبيره. شوف النمر الافريقي، طبعا الاسد وزنه 250 كيلو بيهجم، شوف ما يتراجعش، شوف ضرب النار شغال وما يتراجعش الاسد، شجاعه. افكوا، شوف 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 الصياد، ضربه قاتله. هنشوف العاده في الفك. ما فيش فرصة للمجال. شوف النمر ضربة مميتة، شوف 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 أعطاني فوق الكتف، شوف التصوير بطيء. كده خلاص دخلت على القلب، شوف سقط قدامكم. ضربة قاتلة، شوف عطاله في صدره. شوف شوف ضربة مميتة، شوف ضربة قد، شوف اخترقت الأسد، رصاص من العيار التقيل. شوف الأسد هنا الرحمن الرحيم ما ترجعش. مكان قاتل، شوف العالم. عالرئة، عالرئة مباشر. شوفنا اللب، ضربة قاتلة، تصوير ليلي. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا وعدكم باذن الله تعالى جاي هيكون احلى واحلى واحلى. شوف ال الرصاصه اخترقت الاسد، لاحظ في الاعاده نزل في التراب. شوف النمر الافريقي، أجدع حيوان، رمز الشجاعة الأسد. لا تراجع معاه، وبسبب إنه رمز الشجاعة بيستهدفوه الصيادين. شوف شوف شايف الصياد وبيتقدم نحوه. اه رصاصة، ودي التاني. شوف الفك، مقاطع تحبس الأنفاس. مع الشجر لبو، ويضرب. شوف فارس الأسد ده، فارس. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.